بعد 4 سنوات، هل نسيت أطراف الصراع في اليمن لماذا دخلت الحرب؟ كيف انحرف مسار الفترة التي يفترض أنها انتقالية؟ أين شباب الثورة من كل ذلك؟ أهلا بكم. على إثر ثورة شعبية مطالبة بالتغيير، دخل اليمنيون مرحلة حوار وطني شامل شاركت فيه جميع المكونات السياسية، وانتهى بوثيقة مثلت جسر العبور نحو اليمن الجديد ودولة القانون. انقلب الحوثيون على هذا الحوار، وعلى الرئيس الانتقالي عبد الرب منصور هادي دخلت البلد أتون حرب مفتوحة. مشروع الحوثي المدعوم من إيران استدعى تدخل الدول الإقليمية التي أعلنت أنها تتدخل لإعادة الشرعية في اليمن ودحر الانقلاب. اليوم بعد 4 سنوات ظلت هذه الحرب طريقها، لم تعد الشرعية ولا الدولة ولا تقويض الانقلاب ضمن أجندة الحرب اليوم بحسب كثيرين. ميليشيا الحوثي تمكنت من صنعاء وما حولها وقتلت اليمنيين وجوعتهم. السعودية والإمارات تغيرت أجندتهم من دعم الشرعية إلى تقويضها، والمجتمع الدولي استغل الملف اليمني ضمن لعبة قذرة على مستوى المنطقة كما تقول أصوات عديدة. فهل يذهب هذا البلد نحو حرب طويلة لا ملامح لها؟ أم أنه لا زال بالإمكان تدارك الوضع وإعادة البلد إلى مساره الصحيح؟ 4 سنوات من الحرب والتوغل في جراح اليمنيين في بلد كان يمضي على درب التغيير السلمي وتبادل السلطة بإرادة الشعب لا بإرادة الحاكم. نطلبنا دولة ونظام. تلك اللحظة التي كان اليمنيون يأملون فيها بإعادة صياغة مستقبلهم في بلد عانى كثيرا من الأزمات الاقتصادية والسياسية قبل أن تهدم الحرب كل شيء فوق رؤوسهم. حرب ضروس لحقت باليمنيين، قادتها جماعة متطرفة لا تؤمن بالسياسة ولا بالسلام، تمجد العنف وصوت السلاح. قبل أن ينتقل الدور إلى تحالف، قرر أن يخوض معاركه الخاصة على الأرض اليمنية دون أن يكترث لبلد أو شعب يكاد يغيب عن الخارطة. حرب فرضت على اليمنيين كما فرضت عليهم طرق إدارتها. وقف اليمنيون في حالة ذهول مما يحدث، وبدأوا يفقدون ثقتهم بالشرعية والتحالف معا. شباب ثورة فبراير الذين صاغوا أبجديات التغيير في البلد يبحثون اليوم عن هوية جامعة وعن خيارات تلبي طموحاتهم، حتى لا يسلم مصيرهم لميليشيات تنكل بهم وشرعية ضعيفة تمثلها نخب سياسية أدارت ظهرها للمعركة الوطنية وذهبت لتأمين مصالحها على حساب الدولة ومؤسساتها. اليوم يخوض اليمنيون حربا مفتوحة على كل الجبهات، لكنها حرب يخذلها الجميع. تجاورها حرب الإنهاك والفقر التي تدور فوق رؤوسهم، فيما الخصوم المتحاربون شكلت الحرب مدخلا مهما لكسب الأموال لهم ولبقائهم أيضا. فما الذي بوسعهم القيام به؟ يتساءل اليمنيون. هل عليهم الركون لشرعية ضعيفة وتحالف يبتز اليمنيين ولا يشعر بمعاناتهم، فيما تركت الميليشيا تنكل بهم وتمارس عليهم أقسى أنواع الانتهاكات في صمت دولي مريب؟ وعوضا عن توجه اليمنيين لتحرير بلدهم، انجرفت القوى السياسية والعسكرية إلى معارك جانبية تخوضها بمعزل عن معركتها الحقيقية، فيما تستمر الميليشيا في توزيع القتل والكراهية على الجغرافيا اليمنية ليفتح الباب أمام مخاوف من استمرار الحرب ل10 سنوات قادمة. مطالبات بالتفاوض مع التحالف العربي وتحديد خيارات اليمنيين في التعامل معه وإلزامه بالتعامل مع الأزمة اليمنية وفق ما هو معلن عنه. المطالب تعود إلى مربع الصفر، باحثة عن دور شباب الثورة السلمية والقوى الوطنية التي لم تلوثها أموال الخليج أو المصالح الضيقة، في محاولة لأخذ زمام المبادرة من جديد بعد 4 سنوات من الحرب والاستنزاف المادي والبشري لليمنيين في حرب مفتوحة لا أحد يدري نهايتها ولا من يديرها. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية. إذن من عدن المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، أرحب بك إذن معنا إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. سنبحث في هذه الحلقة أنه بعد 4 سنوات من الصراع، هل نسيت هذه الأطراف لماذا دخلت في هذه الحرب؟ وكذلك كيف انحرف مسار الفترة التي كان يفترض أنها انتقالية؟ وفي خضم كل ذلك، أين هم شباب الثورة الذين خرجوا في 21 في 11 من فبراير، وقبل ذلك أيضا
للمطالبة بالتغيير السلمي والكثير من مطالب نحو يمن اتحادي ودولة أكثر تلبية لمطالبهم. أجدد الترحيب إذن بك أستاذ عبد الهادي العزعزي معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. فعلا هنالك علامة استفهام، هنالك عشرة الأسئلة، هنالك حالة من التيه أو عدم تنظيم العلاقات، هنالك نوعا من الإرباك لدى البعض، هنالك حالة من سيادية عامة لما يمكن أن نسميه بثقافة الاستبداد في أغلب المناطق. نحن مجتمع خارج من استبداد سياسي واجتماعي، من حالة مزرية كانت قائمة ونعيش حالة انتقال أو حالة انتقالية عامة. لكن بعد 4 سنوات من الحرب التي فرضت علينا وعلى البلد، ربما لو لم تكن هذه الحرب قد وقعت لكنا أول بلد يشهد تحولا ديمقراطيا سلميا. طيب لكن أرادت القوى المتنفذ في هذه النقطة بالتحديد. نعم. أن تقول فرضت هذه الحرب علينا وعلى البلد، من فرضها وعلى من؟ فرضت هذه الحرب من جماعة دينية من جماعة دينية سوف تفرض معادلات أخرى، سوف تعيد تركيبة المفاهيم السياسية والثقافية والاقتصادية داخل البلد، سوف تفتح مرحلة تغلق فيها السيطرة من الجماعات اللاشرعية أو من جماعة الاستقواء بالدبابات والمدافع على السلطة داخل البلد، وتعيد بناء منظومة العلاقات ابتداء من المواطنة، الحقوق، الواجبات، الدستور، ومفاهيم جديدة في التحول الديمقراطي. كانت الثورة السلمية هدفها الأساس الذي سعت إليه هي التداول السلمي للسلطة، لكن كانت فيه سلطة، هذه السلطة ربطت بأشخاص، ربط الجيش، سقطت أكثر المراهنات، واتضح لنا أننا نعاني حالة تشظي في الهوية الوطنية، وهي الكارثة الحقيقية التي كان الانقلاب أحد نتائجها أو عمل الانقلاب على توسيع حالة التشظي وتسلل منها. فرضت الحرب بالقوة عندما أراد الحوثيين أن يفرضوا حالة التسيد على البلد وفرض أنفسهم كأنهم ما فوق المواطنة أو مواطني سوبر، وأنهم خلقوا ليكونوا حكاما لا ليكونوا مواطنين، وأن يفرضوا إرادتهم كمجموعة دينية كمجموعة عرقية سلالية تحاول أن تخلق لنفسها تفوقا، تحاول أن تعيد البلد وتعيد المجتمع إلى حالة العصور الوسطى بشكل أساسي، إلى دولة ثيوقراط ديني يكون هم مرجعيتها والبقية ليسوا سوى مجرد أدوات، إلى دولة تجسد مفهوم الزعيم وكأننا مجتمعا قطيعي. هذه الحرب فرضت عندما وصلنا إلى أن التغيير أصبح حقيقيا يتم إعداد مسودة الدستور، أي أن العودة إلى الخلف أصبحت مستحيلة، فكان يجب أن إيقاف مسألة إنزال الدستور، إنجاز الدستور. طيب. وإنزال الاستفتاء إذ لم يبقى شيء آخر. الآن أستاذ عبد الهادي. نعم. الآن أستاذ عبد الهادي، بعد 4 سنوات من هذه الحرب التي كان اليمنيون قبلها كما تقول على عتبة دستور جديد وانتخابات رئاسية برلمانية إلى آخره، ودخول البلد في هذه الحرب التي كما يعني أشرت، هل يمكن الآن إعادة المسار إلى ما كان عليه، إلى الطريق الصحيح التي كان يأمل اليمنيون أن تستمر العملية السياسية في تغيير سلمي، دولة اتحادية، عدالة انتقالية إلى آخره؟ أعتقد هناك من الإصطلاحات ما يعتبر الحرب نوعا من التفاوض، عندما تبدأ أطرافا بفرض لغة القوة، القوة المسلحة تتحول المدافع والدبابات وأزيز الرصاص إلى صوت للحوار ولغة للحوار، إلى أن يتم كسر حالة التفوق أو إشعار أحد الأطراف بالضعف والخضوع، وهذا ما أراد أن يفرضه الحوثي. الحوثي لم يستطع في مؤتمر الحوار أن يطرح متلازماته التي لن تقبل ولم تقبل، فلجأ إلى محاولة فرضها بالقوة. اليوم نحن في أتون هذه المسألة منذ 4 سنوات، هذه جماعة ترفع الموت شعارا لها وفرضت على الآخرين الحرب، واليوم تجرع البلد تجرع البلد بجغرافيته كاملة، جرعته هذه الحرب من سيف البحر إلى أقصى شمال الشمال وإلى أقصى الشرق وأقصى الغرب. هذه
الجماعة افترست الدولة، تحركت بكل قوة، كان على المجتمع أن يجابها. من أقبل إلى حيث أنت يرفع بندقيته فوق رأسك، إما أن تتقبله كحاكم وإما أن تقاومه. فقرر الناس المقاومة، لكن آلية المقاومة وقراءة أدواتها وكيفية تشكلها، يشكر أن استطاعت القيادة السياسية أن تنفذ إلى تحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وهو من حيث العملية مباحا في ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أنها بلدا جار وتتضرر من حالة التغييرات وفرض الهيمنة بالقوة. لكن آلية إدارة هذه الحرب والخطة التي دخلت عليها مع الأسف الحكومة الشرعية وآلية المتلازمات وإعادة بناء هذه المنظومة التي تتكون من المقاومة في الشارع ومن شباب الثورة ومن السلطة الشرعية ومؤسساتها والسلطات المحلية، وهي ما تشكل إجمالا ما نسميه بالسلطة الشرعية اليمنية، وأيضا حلفائنا في الخليج العربي والتحالف العربي الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية، وأيضا بالمقابل الطرف الآخر وتحالفاته واستراتيجيته. ربما أن البعض ينسى أو يتناسى الأهمية الاستراتيجية لموقع الجمهورية اليمنية كبلد يقع على أهم الممرات التجارية وله ارتباطات إقليمية كبيرة، يتأثر اليمنيين بشكل عام بالداخل بالخارج أكثر من الداخل، وبعلاقات المكان الجيوسياسية هي من تفرض لغة في التعامل. اليوم أن نقول أنه ما تم إنجازه ليس قليل، لكن أيضا ما تم إنجازه ليس ضمن خطة واضحة. علينا أن نعيد بناء استراتيجية الحرب أولا، وبناء استراتيجية التمكن على الأرض، بناء استراتيجية المجتمع قبل الدولة ومن ثم الدولة كمؤسسة قائدة للمجتمع بكل تشكيلاتها الفوقية وأيضا السفلية، أو ما نسميها بالسلطات المركزية والسلطات المحلية في المناطق، وأيضا تحديد المساحات والتقاطع في المساحات ما بين الجيش والأمن والسلطة المحلية والحكومة، وإعادة فرم هذه المسألة ولو اضطرت طيب الحكومة إلى أن هل تلاحظ أستاذ عبد الهادي، هل تلاحظ الآن ملامح لتحقيق ذلك وإن كانت البلد في حرب؟ لكن هناك من يتحدث على أن أجزاء كبيرة من مشروع الدولة الاتحادية يتحقق على الأرض بنوع من إعطاء نوع من السلطات أكثر للأقاليم، هناك نوع من اللامركزية أصبحت التي ربما فرضها الواقع بطبيعة الحال التي تدار فيها الأمور في الدولة في هذه الأيام. هل تلاحظ ملامح تحقيق مخرجات مؤتمر الحوار في اللحظات التي نعيشها والتي يمكن البناء عليها في حال ما إذا توقفت الحرب في أقرب وقت؟ أعتقد أن الحديث عن مخرجات الحوار في ظل الوضع القائم يعتبر نوعا من القفز على أرض الواقع. أولا علينا إعادة بناء السلطة ومؤسساتها وهيئاتها، هذه السلطة لن تعود بسهولة إلى أرض الواقع لأن أغلب طيب بناءها على أي أساس أستاذ عبد الهادي؟ بناءها على أي أساس؟ نعم، اليوم علينا أولا إعادة الدولة كوعي وكمفهوم وكممارسة، الدولة بمعنى القانون بمعنى الهيمنة بمعنى السيادة أي الحكومة أولا، ثم آلية التواصل بينها وبين السلطات المحلية وآلية التسلسل الهرمي البيروقراطي الذي يتعارف عليه الناس وفق صلاحيات وقانون. هنا يبدأ دورك وينتهي دوري، وهنا يبدأ دور القوى الأخرى. المساحة الفاصلة طيب ما بين هل يعني هل يقام ذلك الفاصلة. هل يبنى كل ذلك أستاذ عبد الهادي وفقا لما جاء من روح مخرجات الحوار الوطني والدستور الجديد أم ما كان عليه الوضع في السابق؟ الآن أنت مهمتك أن تعيد الوضع على ما كان عليه في السابق، ثم تعيد تكييفه مع مخرجات الحوار، باعتبار أن مخرجات الحوار هي أداة القياس التي نقيس عليها ما مدى اقترابنا منها وما مدى ابتعادنا منها. لكن علينا أولا إعادة السلطة حتى لا نصبح كما كانت الخوارج أيام عبد الله بن الزبير، عندما قيل لهم أنتم الآن تسيطرون على أكثر من نصف العراق
وشماله، لكن من يدير مصالح الناس؟ فكان يكرر زعيمهم إن الحكم إلا لله. قالوا قيل له الحكم لله في السماوات العلى، لكن الناس يريدون من يرعى مصالحهم. اليوم أنا مهم، اليوم أرى أن من يرعى مصالح الناس يجب أن يتواجد ويكون قويا على الأرض. ثم ما مدى تكيف هذا مع النص وعدم تكيفه؟ تلك مسألة سوف تأخذ وقتا ليس بالطويل، ولكن إلى أن يتنفس المجتمع وتصمت البنادق تتعالى لغة أخرى، ومن ثم يصحو المجتمع ويعيد ترتيب أوراقه ونفسه. هذا مجتمع هش منهك مفقر على مدار 4 سنوات من الحرب والاستنزاف، في ظل غيابا لكل الممكنات التي كانت قائمة، مجتمع أصبحت لديه بنية تحتية مدمرة. عليه أن يعيد بناء آلياته، وعليه أن يعيد بناء التآزر فيما بينه البين، أي أننا لا نركن كمجتمع إلى أن السلطة الشرعية يجب أن تقوم بكل شيء، وأيضا وهي والسلطات المحلية تقوم بشيء آخر، وأيضا يقوم التحالف بدلا عن كل السلطات. هذا كلام غير صحيح. هنالك أجزاء ومكونات لهذه التركيبة من التحالف والسلطة، وأيضا السلطة ممثلة بالرئاسة والحكومة، ثم بوزارة الدفاع وما نعرف بوزراء الحكومة، ثم بالسلطة المحلية. كيف يمكن تحديد المسافات والتقاطعات بين هذه المجموعات؟ وبالمقابل أين المجتمع؟ يجب أن لا يظهر المجتمع اليمني على أنه مجتمعا ميت أو مجتمعا دخل مرحلة المرحلة السريرية، أي موتا سريري. هذا المجتمع لا زال موجود ولا زال حي، لكن عليه أن يغادر مفاهيم الحياد، وعليه أن يكون أكثر إيجابية. أقول بشكل عام، قد نكون طوال 4 سنوات فشلت الحكومات السابقة تماما في حشد المجتمع للمعركة الحربية، هذا أولا. ثم فشلت في إدارة الملف السياسي بدرجة أساسية، لأنها لم تستطع أن توجد على الأقل خطابا لإيديولوجيا الدولة، ومحاولة لملمة الهوية الوطنية المتشظية التي يعمل الجميع لإيجاد هويات داخلها، كهويات جغرافية أو هويات مذهبية، وهي أقل من أو ما يسمى بمشاريع أقل من وطنية. نحن بحاجة إلى إعادة المشروع الوطني الجامعة للجميع، ومن ثم نحدد آلية العلاقات داخل هذا المجتمع بحسب بنيتنا والبنية الجغرافية والسياسية. لكن في هذا السياق أستاذ عبد الهادي، في هذا السياق وفي هذه النقطة، هناك من يقول إن يعني أساسا مخرجات الحوار الوطني يعني بتعاملها الذي أعطته للحوثيين بالحقوق التي أعطتها للحوثيين ما عادت ترقى لمستوى متطلبات اليمنيين. هناك حاجة لنوع من رفع السقف ربما في هذه اللحظة، في لحظة تحقيق انتهاء الأزمة الحالية، انتهاء الحرب الحالية، بما يتواءم مع المتطلبات الجديدة لليمنيين. هذه المسألة لا أستطيع أن أحددها أنا أو غيري، لكن أنا ربما أذهب إلى هذا الاتجاه أيضا، أن ما كان صدر من مخرجات الحوار بعضه قد تم تجاوز أجزاء منه أو تجاوزه كليا، وأصبحت هناك متطلبات أخرى فرضتها الحرب، فرضها إعادة الإعمار. كانت لدينا مشكلة كما يقال في صعدة، فأصبحت البلد لديها مئات المشكلات أنتجتها جماعة صعدة. هذه الإشكالية التي نقلت حالة التدمير والموت لجماعة شعارها الموت، أفقدت قسم كبير من هذه الآليات، دمرت البنية التحتية، دمرت ما أستطيع أن أقول أنها دمرت ما اكتسبه اليمنيين طوال 100 عام أو قرنا كامل جرى تدميره في 4 سنوات الماضية. فرضت ثقافة حرب، واليوم يجري فرض ثقافة أبشع من تلك، يجري التعامل مع التعليم والمؤسسات الأخرى في مناطق سيطرة الحوثي أشبه بجماعة الميجي التي حكمت اليابان ما قبل الحرب العالمية الثانية القومية اليابانية، وأيضا ما أنتجه الفاشيست وأنتجه النازيون. هنالك إعادة بناء مجتمع حربي داخل المدارس بسيطرة الحوثيين على هذه المسألة، وهي المسألة الأخطر. جرى استخدام أسلحة محرمة مثل الألغام بكميات ضخمة جدا، ومع الأسف الشديد هنالك أطرافا دولية على رأسها الأمم المتحدة التي تذرف دموع التماسيح على الوضع الإنساني في اليمن، هي من تشرف على عملية إدخال
ادخال مواد غذائيه طيب. وغيرها دخلت ضمنها مواد قابله لصناعه متفجرات. دعنا نعزل مساله المجتمع الدولي الان بشكل عام، نؤجلها الى مرحله لاحقه. في نقطه مهمه في سياق الحديث عن الوضع الان، من يمكن ان يعني من له القدره والزخم على ان يغير ما يجري بالنسبه لليمنيين؟ هناك الحديث عن شباب الثورة، أين هم شباب الثورة؟ وأنت كنت واحد منهم أيضا، الذين كان لهم دور كبير في تحريك عجلة التغيير فيما سبق، التي انحرفت الآن، أين موقعهم الآن فيما يتعلق بالحرب، في الأزمة الحاصلة في اليمن؟ أعتقد أن شباب الثورة متواجدين في الداخل والخارج، والأكثرية في الداخل. بعض القيادات التي تحولت إلى ما يمكن أن نسميهم مجازا بعرف الشارع اليمني المهاجرين خارج البلد، وهؤلاء يبحثوا لأنفسهم عن مشاريع، والبعض اضطر فعلا إلى أن يغادر البلد حين ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضيقها الحوثيين، والبعض تحرك باتجاه دول الجوار وباتجاه أيضا الإقليم العربي. لكن شباب الثورة الغالبية موجودون في المدارس، موجودين ضمن هياكل الجيش، ضمن هياكل السلطة المحلية. الغالبية منهم قدموا أرواحهم، وهي أغلى ما يمتلكون، في سبيل أن لا ينكسر المجتمع، لكنهم أيضا متواجدين في كل مكان، يحتاجون إلى أيضا نداء، إلى صوت عاقل ليكونوا خلفه. أعتقد أن رئيس الوزراء القائم هو واحدا من شباب الثورة، وهذه ربما أول حكومة أنا شخصيا والشارع يشعر أنه هناك حكومة ظهر لها أثرا فيما يخص علاقة العملات وأسعار الصرف. هذا الرجل ربما وبرغم الفترة البسيطة جدا التي تواجد فيها بدأت تظهر آثار هذه الحكومة عندما تجرأت وانحازت للشارع واتخذت قرارا. الإشكال الحقيقي يعني في هذه النقطة، ربما يقول البعض أنه من المبكر التقييم مسألة أداء الحكومة الآن، لكن أنت أشرت إلى معين عبد الملك أو معين عبد الملك كأحد شباب الثورة، لكن هناك كثير من يقولون على أن وجود شباب الثورة كأفراد في بعض يعني مثلا حتى وإن كان على مستوى رئاسة الوزراء وعلى مستوى وزراء أيضا وحتى سفراء، لا يعني أنهم قادرين على الفعل إذا ما كانوا بالمقارنة إذا ما كانوا كتيار يعني منطوين في تيار سياسي واحد سيكونون قادرين على الفعل بشكل أكبر. هل ترجح أو تتفق مع هذه المقولة التي تؤيد انضمام أو تشكيل كيان يوحد شباب الثورة في سياقه أو ضمن أطره؟ أعتقد أننا في بلد ديمقراطي، وتشكيل تيار واحد لشباب الثورة سوف تكون فيها ممانعة، لكن ما أستطيع الجزم به أن أغلب قواعد الأحزاب الشبابية هم شباب الثورة، وأتمنى أن يتكتل هؤلاء ويمارسوا ضغوطا قوية وحقيقية. أستاذ عبد الهادي، هل ترى أن الشباب في الأحزاب لهم تأثير كبير، خاصة فيما يتعلق أن أغلب قيادات الأحزاب هذه هي لا زالت القيادات التاريخية له إذا ما تحدثنا عن فترة ما بعد 90، ما بعد الوحدة؟ هي فعلا لا زالت القيادات التاريخية، ولا زال الغالبية منها مع الأسف الشديد بعقل قديم، ولا زال عاجزا عن التفريق بين الديمقراطية وما بين الواحدية في حكم البلدان، أو ما سمت نفسها بأحزاب الثورة، أو ما سمت نفسها بالقوى الطليعية عن المجتمع التي أزاحت المجتمع وحلت بدلا عنه. وهذا يلاحظ من قبل في خطاب الأحزاب وخطابها الديمقراطي. لكن أنا أرى أن على أن شباب الثورة لو أنهم كانوا بمرحلة من النضج وأنتجوا قوتهم السياسية، لكن بناء الأحزاب السياسية لا يأتي بهذه السهولة، لا يأتي بمجرد التشكيل. هنا المسألة تقتضي أن يتواجد تيارا فكريا واضحا أولا، ثم جماعة ومدرسة محددة، ثم تبنى الهياكل فيما بعد. العمل السياسي ليس سوى انعكاسا لعمل فكري ولوفق قائمة ومرجعيات، وهذه مسألة لا تأتي بين عشية وضحاها، تحتاج وقت. ولا أعني ذلك أنها لا تتشكل، قد تكون تتشكل وتنتظر فرصة للإعلان. مع الأسف الشديد شباب الثورة تبخر وتحول إلى مجموعة جزر، أضيف مجموعة هنا ومجموعة هنا ومجموعة سوقت نفسها لدى الآخر، عندما فقدت ثقتها بذاتها تحولت إلى مدافع عن هذا ومنافحا عن ذاك ومهاجما بدلا عن هذا. وهو هذه المشكلة الأساسية التي عاناها
شباب الثورة، كان شباب الثورة بحاجة إلى إعادة بناء قوة ناظمة لها. أعتقد أن الواقع بحاجة إليها وبأمس الحاجة إليها أيضا، لأن هذه الجماعة هي التي ربما لا زالت لم تستهلك عند الشارع اليمني، برغم أن السلطة منذ العام 2012 حاولت أن تعيد تجديد قوى أو ما عرف بقيادة الأحزاب السياسية أو تجديد النخبة، لكن بطريقة الدراكولا، أي إعادة سحب أو إصلاح نفسها وتجميل نفسها بانتقاء مجموعة معينة. استطاعت القوى السياسية أن تفرغ شباب الثورة بفعل الحالة التي عاشوا بها، وهم لا يمتلكون مرجعية جامعة، وأيضا مسألة الأنانية والجانب الفردي، واعتقاد البعض أنه قد نجا وأن المسألة لا تنتظر فقط دستور البلد. وبالتالي حدث التغيير، أصبح رئيس الجمهورية انتقلت السلطة إليه وهو رئيس انتقالي، ثم ننتظر كيف ندخل في انتخابات، وبالتالي تبدأ أول عملية تغيير وتحديد رئاسة للدولة، وهنا كانت الكارثة. لا نزال اليوم كمجتمع إما أن ننقسم أو نتوزع بين الجميع، وأعتقد أن حالة شباب الثورة في كل من مأرب وعدن وتعز بدرجة أساسية هي انعكاسا لحالة التخبط والضعف القائم. وهي حالة كانت على الأحزاب السياسية الموجودة أن تعيد أولا بناء استراتيجية محددة لإيديولوجية الدولة. كيف نتحرك جميعا؟ أنت كقيادة للبلد مهمتك أن تقود الناس، لا أن تنتجهم كجيوش أو تنتجهم بدرجة عامة وتطلب من المجتمع أن يقوم بمساعدتك. كيف؟ وفق أي آلية؟ وفق أي مرجعيات؟ طيب جرى استخدام في نقطة هذه الخيارات، خيارات ما الذي يجب عمله الآن؟ دعنا نشرك معنا في الحوار الكاتبة والباحثة الأستاذة ميساء شجاع الدين التي تنضم لنا عبر الهاتف من المنامة. أرحب بك أستاذة ميساء. إذن ما هي خيارات اليمنيين الآن وهم يعني يعيشون حربا في عامها الرابع بعد فترة، يعني الحرب التي جاءت بعد ثورة وفترة انتقالية من المفترض كان أن تمضي إلى يمن بشكل جديد؟ أهلا وسهلا فيك أولا. بخصوص الخيارات، أتصور أنه خيارات اليمنيين ضاقت الآن، في إنهاك كبير للمجتمع حصل، المجاعة والوضع الاقتصادي أنهك المجتمع بشكل كبير، وهذا يضعف أي قدرة على المقاومة السياسية أن أنت تقدر تخدم مقاومة سياسية. أعتقد أن احنا فوتنا فرص ممتازة في حراك 2011، كان المفروض أنه يكون في تنظيمات ثورية أكثر من كذا، لكن الذي حدث أنه هناك كانت ثوار لكن لم تكن هناك تنظيمات ثورية، لم تفرز الثورة عن تنظيمات سياسية جديدة، بقيت في الأحزاب والأحزاب لم تكن على مستوى الحدث أو لم تكن تطورت إلى مستوى الحدث، كان سقفها غير ثوري إصلاحي، وكانت طبيعة مشكلتها أنها كانت تعاني من شيخوخة على مستوى القيادة، وكانت أيضا هي أحزاب لم تراجع حتى يعني مسارها الحزبي منذ بداية العددية الحزبية، فالذي حدث أنها ما كانتش على مستوى اللحظة ولم يحدث مراجعة داخل هذه الأحزاب حتى الآن، فبالتالي لم يدمج الشباب بشكل أو لم تدمج طموحاتهم داخل هذا الأحزاب ولم يستطيع أن يشكلوا قوة جديدة. بعد الحرب كنت متأملة أنه حالة الغضب الشعبي من الحوثيين استثمارها، كان في لحظة من اللحظات كان في شكل ممكن تشكل حالة ثورية ضد الحوثيين، بالتأكيد كانت هتاخذ طابع مسلح بحكم أن الصراع أخذ شكل مسلح، لكن بدأ الحديث عن المقاومة. أولا المقاومة لم تتم، يعني لم تستطع أن تفصل نفسها عن التحالف وأجندتها، وأجندة التحالف هي عملية لا تخدم اليمن، هم لديهم عداء ضد الحوثي وهذا أمر ممكن نستفيد منه، لكنهم في النهاية ما في أهدافهم النهائية بعد الحوثي هذا الشيء لا يخدم اليمن، فكان هذا لازم نكون واعيين له من اللحظة الأولى المقاومة، لكن هذا لم يحدث، فارتبطت المقاومة بالتحالف. أيضا لم تستفيد المقاومة أو لم يستفيد الناس من الغضب الشعبي هذا، بحيث أنها توسع من حضورها الشعبي ولا تتبنى تماما صدة الجملة الدينية في التعامل ضد الحوثيين، فهذا اللي حصل، تم تبني جمل دينية مناصب سلالية أحيانا ضد الحوثيين، وهو
شكل من اشكال اثاره العصبيه ضد الحوثيين، فوقت الحوثيين اصلا تكوين عصبي عصبوي لكنه عصبوي بقياده، تكوين عصبوي منظم جاهز. فانت لما مواجهه بنفس سلاحه انت تخسر، لان هذا السلاح الحوثي اقوى فيه، هذا الرجال الحقيقي هو منظم وهو جاهز، هو عصبيه جاهزه. فمواجهه الحوثي بالعصبيه وليس مشروع سياسي ادى الى انه فشل هذه المقاومه. ايضا انا اعلم ضدها كثير من المثقفين اللي بداوا يتكلموا بشكل خيالي عن الوضع، مقاومه سلميه، لدينا لابد من ان احنا نكون سلميين، لازم بدا التصوير انه في تجريم لعمليه لهذه الحاله من التسلح اللي كانت حاله دفاع عن النفس وقت انهيار دوله، وكان من حق المجتمعات المحليه وقتها في الدفاع عن نفسها وافراز مقاومتها الخاصه فيها، لكن في اطر وطنيه اكثر او في اطر سياسيه على الاقل. وهذا لم يحدث، فبالتالي احنا ضيعنا فرص مهمه. اتصور الان في انهاك مجتمعي كبير، الحل يبدا ممكن بالفكره. لابد ان احنا نكون واعيين انه ما في مواجهه الحوثي، نحن الان صرنا ضمن منظومه صراع اقليمي واسعه. منظومه الصراع هذه لا تشجع على حسم الصراع في اليمن، ولا تشجع على بناء دوله في اليمن. هي منظومه صراع مذهبي، والقوى الاقليميه الموجوده هي قوى بتشجع الجماعات الدينيه. والغرب حاليا هو بيدعم اطراف، يعني مثلا الغرب عاده بيمول منظمات المجتمع المدني. هنا احب اوضح فكره ان المجال العام في اليمن بدل ما يكون مجال تعمل فيه السياسه صار مجال استحوذت عليه الجماعات الدينيه، واستحوذت عليه ايضا منظمات المجتمع المدني وهي جملتها غير سياسيه، يعني طبيعه خطابها وطبيعه تحركها غير سياسي. فاي شاب يطمح للعمل في المجال العام لم تعد الاحزاب قادره على استقطابه، فعاده يتجه منظمات المجتمع المدني وهي نوعيه عملها هي نوعيه عملها مقبوله بالذات في الاطر الديمقراطيه. لكن حاليا هي صارت تحل محل الاحزاب وهذا خطير جدا. فنحن الان بلا قوة سياسية. فاتصور ان البداية هي بداية تشكل افكار حول كيفية الخروج من هذا المأزق. والذي هو اولا بانه علينا ان ندرك اذا كان الحوثي يمثل عصبية فنحن ليس الحل ان احنا نواجه هذه العصبية بعصبية اخرى. ليس الحل بمواجهة هذه العصبية بمفاهيم مذهبية مقابلة او بمفاهيم سلالية ضد الهاشميين او بمفاهيم مناطقية ضد الهضبة. هذا النوعية من الخطاب يخدم الحوثي أكثر من أي شيء آخر، لأنه يحشد عصبيته بشكل أفضل من غيره وهو منظم، لكن العصبية المقابلة هي عصبية غير منظمة، فبالتالي هذا يخدم الحوثي. الحل هو في خلق إطار سياسي، خطاب سياسي وطني، إن إحنا ضد الحوثي لأنه بيهدم الدولة اليمنية، لأنه حالة عصبوية بلشاوية ضد وجود الدولة. طيب، يعني أنت ربما تشيرين إلى أن هناك جماعات تكونت تحمل أفكارا مقاربة أو مشابهة للأفكار الحوثية، من ناحية أنها تعتمد على عنصريات أو عصبويات مقابلة للحوثيين تعاديها بنفس هذه الأداة. لكن ألا يمكن اعتبار أن تشكل مثل هذه التيارات يمثل شيئا أو شكلا من أشكال الردع لتمادي مثلا ميليشيات الحوثي في الاستمرار في إغال الانقلاب على يعني العملية السياسية في اليمن وعلى المجتمع اليمني بشكل عام؟ ممكن إذا أنت عايز تشوفها ردع، ممكن بس هتكون ردع في حدود مناطقها، في حدود عصبيتها، وليس ردع على مستوى الوطن. فبالتالي هتكون في شكل من شكل توازن الضعفاء الذي سيستنزف المجتمع أكثر فأكثر، وفي النهاية الحوثي هو العصب المنظمة. لكن في النهاية إذا كان رد الفعل من جنس الفعل الذي هو الحوثي، فبالتالي سيتماهى الاثنين في لحظة من اللحظات، سيغذيان وجود بعض، فبالتالي هذا بالعكس يغذي وجود الحوثي. إذا أنت حتكلمك بصفة جماعة سنية أو شيعية، فهو حيكلمك بصفة جماعة سنية وسوف يحشد في عصبيته بشكل أفضل. فبالتالي أنا أعتقد أنها ماشي مستوى ردع، أوكي سترجع فين؟ ستعز مثلا، وبعدين هل تعز تستطيع أن تعيش خارج الهامش الوطني مثلا؟ حتى الجنوب بالعصبية الآن بيطرحها مجلس الانتقال الوطني ومحاولتها لتبني فكرة الجنوب العربي خارج اسم اليمن، هو يخسر، هو عمليا يفشل، سيفشل عاجلا أم عاجلا، لأن هذا كله مسار خارج
بديهيات السياسة، بديهيات الجغرافيا، بديهيات المجتمع والتاريخ. ففي النهاية لا يمكنك أنك تخلق شيء يعني مش موجود. مش اتحاد الجنود العربي هذا هو كان استعماري في النهاية، قلت كيف على أساس أنت بتتكلم على استعادة الدولة الجنوبية اللي هي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وانت تدعو للاتحاد الجنوب العربي ولا تريد كلمة اسم اليمن، تشير إلى نفسك أنك يمني. هو في النهاية بيرهن نفسه للخارج، لكنه أبدا لن ينجح في بناء دولة، لأن هذا الخارج ليس من مصلحته بناء دولة في الجنوب، من مصلحته أن يظل الجنوب هكذا مفكك ليظل استغلال الخارج له، وليظل الخارج قادر على التدخل هناك. فبالتالي الكل يخسر في هذه العملية. الحل هو في خطاب سياسي وطني ضد السوسيين. أشكرك إذن الكاتبة والباحثة أستاذة ميساء شجاع الدين، كنت معنا بالهاتف من المنامة. بالعودة إليك أستاذ عبد الهادي، يعني في سياق الحديث عن المجتمع الدولي يعني وأيضا عن الدول الإقليمية، هناك يعني تكرار مستمر في وسائل الإعلام على أن الحكومة باتت مسلوبة الإرادة الآن أمام أي فعل على الأرض في المشهد اليمني. هل هي اختارت هذا الوضع؟ ما الذي أدى بها إلى الوصول إلى ما هي عليه الآن؟ هي جزء أساسي نستطيع أن نقول أنها اختارت هذا الوضع، لأن البدايات كانت غير واضحة عندما تدخل التحالف العربي. لم تكن الحكومة اليمنية تمتلك استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع حلفائها الإقليميين ممثلا بالتحالف العربي الذي هو حليف استراتيجي ومهم جدا لتجاوزها هذه المرحلة. هي لم تكن تمتلك استراتيجية واضحة لآلية التعامل مع المشهد، ولذلك ظهرت بأنها عبارة عن مجموعة من الجزر المتناثرة وليست جسما كلي يبدأ من المديريات والمحافظات ثم الحكومة ثم الرئاسة، وبالتالي الرئاسة هي من تمثل الجميع وهي من تتفاوض باسمه. فهذا بدرجة أساسية كان الخطأ الإشكال الكبير. أيضا الحكومة عادت إلى الداخل بعد أن كانت حكومة منفى، عادت إلى الداخل لكن عودة خجولة بعد أن كانت قوى موجودة بالداخل قد تمكنت فرضت نفسها على الواقع. هذه العودة المتأخرة لها أيضا كانت جزء أساسي من نتاج القائمة اليوم، أيضا غياب الرؤية والاستراتيجية لآلية المواجهة مع هذا الانقلاب، لآلية إعادة بناء الهوية. طيب الآن من ضمن القوى السياسية الموجودة من الذي يملك الرؤية الاستراتيجية أستاذ عبد الهادي؟ من لديه هذه النظرة التي يمكن أو المشروع الذي يمكن أن يعتمد عليه في سياق تحقيق اليمن الذي يحلم به الغالبية الذي خرج من أجله الثوار والذي ناضل من أجله المقاومون؟ أعتقد أن من يرفعون شعار الجمهورية اليمنية، النظام الجمهوري للجمهورية اليمنية، هم من يمسكون برأس هذه الراية. لكن مجرد أن نطرح هذا الكلام على عواهنه أو بشكل عام، نحتاج إلى آلية دقيقة تعيد أولا إنتاج خطاب إعلامي موحد في كافة وسائل الإعلام، تعيد إدماج المجتمع في مسألة المعركة، أشبه بما مثلا برغم أن المسألة غير جائزة للمقارنة، ما يمارس الحوثي في المديريات التي سيطر عليها، كيف يدمجها بالمعركة، كيف يدمج مواردها وإمكانياتها. على الحكومة أن تتصرف وفق عاملين، أن تقدم نموذج في المناطق المحررة وأن تدير المعركة بنفس الآلية. الحكومة مع الأسف الشديد ظلت كحكومة مدنية أو أشبه بالمحايدين، وظلت تترك مسألة الجيش والمقاومة وكيفية إدماجها وكيفية ممارستها لمهامها وتقييم هذه الممارسات والآليات. هنالك نوع من إعادة الإرباك. اليوم عندما أطلب مثلا من شباب الثورة أو من المجتمع إسناد الحكومة، كيف؟ وفق أي آلية؟ ما هي القنوات؟ وفق أي اعتبارات؟ أين يجب أن تغطى؟ هل هنالك غرفة عمليات موحدة؟ قيادة موحدة؟ آلية لتلقي البيانات والمعلومات؟ لا زلنا نتعامل مع الأسف الشديد مع حكومة لا زالت في معاشيق
ولا زال هذا المكان أشبه بالمنطقة الخضراء التي كانت في بغداد، لا غير قادرة على النزول إلى الواقع، غير قادرة على الاندماج بالمجتمع وقيادة قضايا ومشاكله، لأن هنالك ضبابية في الرؤية. علينا أولا العمل لترميم الرؤية، ما نسميه بالهوية الوطنية اليمنية، ثم بناء أيديولوجية الدولة. أيديولوجية الدولة تبدأ أولا من الخطاب، من وضوح الصورة في الذهن، وهذه ما يجب أن يوضحها الخطاب، من الخطاب الذي يجب أن يسود لدى القوات العسكرية التي تقاتل، بحيث تكون الإجابة واحدة، من أكبر جنرال عسكري إلى أصغر عضو في المؤسسة العسكرية، أو إلى عسكري صغير، من حيث الإجابة لماذا تقاتل ومن تقاتل. طيب، أنا أقاتل طيب هل يمكن القيام بكل ذلك؟ يعني لننتقل إلى مسألة التأثير الإقليمي والدولي على ما نريده لأن يكون اليمن، هل يمكن القيام بكل هذه الخطوات لرسم مسار اليمن المثالي في يعني أذهان الشباب؟ هل يمكن القيام بكل هذه الخطوات دون يعني بمعزل عن الدول الإقليمية والمجتمع الدولي؟ ما هو الشكل الذي يريده هذه، ما الذي تريده هذه الدول وهذا المجتمع الدولي لليمن؟ وهل يتفق مع مصالح اليمنيين؟ أيضا علينا أن لا نكون عدميين وأن لا نتجاهل مصالح الآخرين، لكن إلى أي مدى هذه المصالح؟ ما طولها؟ ما حجمها؟ ما بعد هذه المصالح؟ هذه مصالح تؤخذ بعين الاعتبار للبلد قيادة، وهي من يجب أن تتفاهم في هذه المصالح، لكن على مستوى الداخل لا أعتقد أن الإقليم سوف يقف ضد إدماج المجتمع في المعركة. لا أعتقد أن الإقليم أولا سوف يقف ضد بناء نموذج داخل المنطقة، وهو ما يجب أن يحققه. علينا أن لا نكون سخفاء إلى حد كبير لنعرف أن الغرب بكل قواه كان قد دمر عشرات من التحالفات، وتحالفات كبيرة قادتها مثلا مصر القومية من الخمسينات، ثم قادها العراق، سوريا، الجزائر، دول الصمود والتصدي. كل هذه الأحلاف أدى الغرب إلى إسقاطها، لعبت إسرائيل دور الولايات المتحدة. هل سوف يسمح للإخوة في الخليج بأن يقودوا انتصارا في ظل زمن الانتكاسات دون أن يكون الغرب هو المتحكم بهذه المسألة؟ ما أعتقد أن انبراء البريطانيين والفرنسيين والألمان بهذه الشراسة لإيقاف معركة الحديدة أكثر من مرة سوى تعبير صادم عن هذه الآلية التي لا يريدون فيها بلدا عربي يتصدر لدور إقليمي. لكن لا يعني ذلك أن نستسلم لهؤلاء، هنا حالة التدافع. ما مدى قوتك على الأرض وكم مساحتك التي تستطيع أن تفرض بها؟ ربما لو كانت المسألة بهذا الشكل لما كانت توحدت فيتنام، لما كانت تغيرت عشرات من القضايا في العالم، في أمريكا الوسطى، في أفريقيا، في غيرها من شعوب العالم، لما تغيرت قضايا. علينا أن نتحرر من نظرية المؤامرة والوهم، وأن نعيد التركيز، ما الذي نستطيع أن ننجزه نحن وفي وفق أي آلية؟ أنا أتكلم عن آلية، نحن فشلنا حتى في الملف الحقوقي، يعني قبل أمس تقتل أسرة كاملة ويبقى طفل لا يتجاوز عمره السنة والنصف. هذا الموضوع فشلت الحكومة في تسويقه بشكل الجاد. هنالك كمية ضخمة من المواد المتفجرة تدخل عبر الحديدة لصناعة الألغام التي تعتبرها الأمم المتحدة محرمة بحسب اتفاقية إيتاوا 1997. مع هذا الأمم المتحدة هي من تشرف على توريد هذه المواد بحجة الجانب الإنساني الذي تذرف عليه الدموع. مع الأسف الشديد الحكومة الشرعية لم تستطع إجبار المنظمة الدولية على نقل مقراتها من الحديدة. لدينا تسع موانئ وليس الحديدة المنفذ الوحيد. لماذا تصر الأمم المتحدة وبريطانيا تحديدا التي تتحرك بهذا الملف؟ البريطانيين يتعاملون معنا وكأنهم ملائكة أتوا، وكأنهم ملائكة منزلين من السماء. نحن نتذكر جرائم البريطانيين في جميع دول العالم. في الحرب العالمية الثانية دمرت ألمانيا برغم أن هتلر ليس كل الشعب الألماني، القاذفات البريطانية وغيرها، هنالك عشرات من الجرائم. لكن اليوم أن يتم هذا الحشد وهذه الاستعدادات، هناك صراع على منطقة باب المندب، الجميع يحاولون ابتزاز الخليج إلى أدنى إلى أعلى حد ممكن. يتعرض حلفاء هذا البلد وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان لضغوط مخيفة من قبل الغرب بهدف ابتزازه. الغرب لديه شركات ما بعد الرهن العقاري، يحتاج
إلى التهام مدخرات المنطقة والعبث فيها. الغرب يسعى إلى أن يبقى الحوثيين ورقة تعمل على ابتزاز أمن المنطقة واختراق الأمن العربي. على الإخوة في الحكومة الشرعية أن يعيدوا ترتيب أوراقهم. هنالك ممكنات بالعشرات. استطاع شباب الثورة في عام 2011 أن يحركوا الملف الإنساني، أن يحركوا الملف الدولي. هنالك مئات السفارات في جميع بلدان العالم. ما هو دورها إذا كانت افتراضية المتوكل وربما هي المسألة الأساسية هي كيف يمكن الانتقال من مسألة رد الفعل إلى مسألة الفعل. في هذه النقطة أشكرك أستاذ عبد الهادي العزازي، وفي يعني بوصولنا إلى هذه النقطة أشكرك على تواجدك معنا في هذه الحلقة. المحلل السياسي أستاذ عبد الهادي العزازي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.